أحمد الياس بالأسلوب القصير تلعب أرضية داخل منطقة راتسيو. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أولى الأهداف للوحدات من خلال اللاعب مالك علان، يسجل أولى أهداف هذا اللقاء للأخضر عند الدقيقة العاشرة، وهدف أول للوحدات من خلال اللاعب الشاب محمد علان مالك علان الذي يسجل أولى أهداف اللقاء للأخضر الذي يبدأ اللقاء بهدف من خلال مهاجمه الشاب مالك علان. شوف هذه الكرة التي لعبت، وصلت وارتدت وتابعها بشكل ممتاز الشاب مالك علان. الأخضر يتقدم بهدف مالك علان، وهدف مقابل لا شيء لمصلحة الوحدات. الوحدات يتقدم من خلال الشاب مالك علان، وأولى أهداف اللقاء على بطاقة صفراء. لو مر أنس لكانت الأمور مغيرة. وحدتي وما زالت تزيد. ولد يا ولد يا ولد يا ولد، جول الوحدات، هدف الوحدات. يا سما هدي هدي، ويا أرض اشتدي اشتدي، وانا الوحدات وما حدا قدي. يا السلام يا السلام على هدف الأخضر وكرة خالد عصام. الوحدات يسجل الثاني بكرة خالد عصام التي تابعها من دفاعات نادي معان. شوف هذه الكرة التي لعبت وارتدت وتحضير، وخالد عصام الأخضر يتبختر، وعصام يتألق الكرة الماضية، والوحدات يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، بهدفين مقابل لا شيء، بكرة واحدة، بكرة ثابتة وصلت لخالد عصام، يسجل ثاني الأهداف للأخضر في هذا اللقاء، هدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء. الوحدات يلعب بخبرته ونادي معان بمنطق. شوف كرة السروة، وكرة السروة الماضية ووصلت عند خالد عصام وتسديدة، وكرة كانت بالزاوية 90. خالد عصام يريح أعصاب محبي وعشاق الأخضر على المدرجات وخلف الشاشات. نعم يعني المستوى الفني لم يكن حاضر للوحدات، ولكن الشيء الأهم الحاضر هو الأهداف، الأهداف وجماهير الوحدات. كثير من اللحظات الجميلة والممتعة، ولا بد أن نرى بعض اللحظات المؤسفة سواء كانت في عالم الإصابات، ولكن هناك، هل سيبقى اللقب أو الألقاب، اللقب الدوري هل سيبقى في الشمال أم سيعود مرة أخرى إلى العاصمة؟ كرة من جديد، انطلق المناصر السرعة، سرعة عمر هي إلى الأمام، ما زالت عند عمر. عمر 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا عمر، المناصرة يوقع الأولى أهداف مع الأخضر. عمر مر عمر مر عمر مر وسجل هدف جميل وثالث الأخضر بثلاثية للوحدات. الوحدات بثلاثة أهداف، الوحدات ماضي وحاضر ومستقبل لمحبي وعشاقة. عمر مناصرة يوقع على الهدف الثالث بانطلاقة هجومية منفردة لهذا اللاعب. شوف الكرة حتر له إياها، وصلت لعمر. عمر 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 على يسار سيف أبو هزيم. الوحدات يوقع الهدف الثالث من خلال لاعبه عمر المناصرة. شوف الرديدة بخطأ دفاعي، ولكن المناصرة استغل الهدية وسجل عمر على يسار الحارس سيف أبو هزيم. الوحدات بثلاثية يديان.